اوعي اوعي تغرك الدنيا، اوعي تغرك الشباب، صحبة زائفة. كل اعرف من البنات من اللي ما كانوش اصلا محجبات، ميكرو مش مني، ميكرو جيب، وكان تيجي تخرج وضحك وهزار ودنيا وليلة. تقول لك انا مش سعيدة، انا مش مبسوطة. هاتي المجموعة دي، المجموعة دي ربنا هداها، خمسة ستة كده ربنا هداها، هاتيهم بقى بعد ما جم ختموا وكلهم دخلوا طب، وبعد ما ختموا هما كانوا ناويين يختموا في ستة طب، بس الحمد لله ختموا في خمسة طب، كانوا بياخدوا خمس أجزاء كل سنة، وبعدين بقوا في الصيف اللي اتزود فختموا على خمسة طب، وفي اللي ختم على أربعة. مجموعة أحسبها والله حاسبها. يجوا يقول لك دلوقتي بنضحك على حاجة، يعني حاجة ما تستاهلش الضحك، بس الضحكة طالعة من القلب. ليه؟ بس الجبل راح، هم الدنيا راح، الحزن وهيافات الجيل مش موجودة، تفاهات الجيل مش عندكم، انتوا مش بتوع جيل التفاهات والهيافات، لا انتوا مختلفين. حامل القرآن اشوفه بسمته، نور قلبه ونور لسانه ونور كلامه ونور فعله. لما اجي اديك اقول لك انا كل مره اجي اكلمكم عن اخلاق حملت القران، منها الصدق، هو اساسها الصدق. الصدق والاخلاص، ايه اللي اعلى من الاخلاص؟ التجرد. عارفين يعني ايه؟ يعني حتى ولا جزاك الله خيرا، يعني ولا حتى يرى البشره في وجهي ابدا. يقول لك ايه؟ يدي الصدقه ويحب يرى البشره في وجهه، مش اخلاص. اعطي لله، اتكلم لله، حتى مش عايزه جزاك الله خيرا كتر خير ما شاء الله عليكي لك ولا يكن مثله. وكانت السيده عائشه تفعل كده، اللي كان يعطي الصدقه فيقول لها جزاك الله، تقول لكم ولا يكن مثله. حتى الامر ليه؟ عايزينه منين؟ من الله. كله كله يا رب، كله كل الثواب وكل الخير انت حطهولي وانا واخداه وحطاه ليوم الدين. صدق الافعال والصدق مع الله سبحانه وتعالى خلاصك في الدنيا، يا هناك ويا سعدك لما تبقي من الصادقات. أصدقهم حديثا، كملي الحديث، أصدقهم حديثا أصدقهم رؤيا. الله يفتح عليك. صدق الحديث على طول، من عايزة تشوف النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه.